شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس الشقير على هامش فعالية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، وذلك مع تحالف شركتين فرنسية ومصرية وإماراتية. وسيقوم المشروع بإنتاج أكثر من 1,000,000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء وكذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية. وسيقوم التحالف بضخ تكلفة استثمارية مقدارها 2 مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى لتكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها 7 مليارات يورو.